طب الناس كلها هتتجنن والفانز كلهم عايزين يعرفوا بتاع برضه الالبوم بتاعك ايه تحضيراته؟ ايه اللي بتعملي فيه؟ الاغاني ايه اللي نازله في اغنية ايجيبت وهتغني لنا حتى منها في برومت مين كده؟ اوكي هقول لكم ال الالبوم ان شاء الله هيبقى in December it's going to be ready. هينزل امتى؟ December and January ده لسه debatable عشان هيبقى في بقى ال Christmas vacation و New Year's كده in between. فهيبقى اخر يعني اخر السنة اول السنة حوالين this time. الالبوم هيبقى اوكي يعني surprise surprise English songs معظمهم. احنا في surprise في اغنية كل حد عارف في اغنية لمصر. هي بالانجلش اوكي بس في مش اكتر من اغنيه بالعربي اغنيه اغنيتين ثلاثه هنشوف يعني حاجه سربرايز ايه بال حته صغنونه لو انت قلت انت محضره لسه العربي ولا لا العربي بقى ده لسه سيبناها لاخر حاجه عشان تبقى البرين ستورمينج بروسس يعني طب غنيني حتة من ايدك اوكي بس عايزة to add one more thing انه في الالبوم عشان كل حد كان بيسألني عن الاغاني بتوعي اللي انا بكتبهم في الالبوم هيبقى في a few songs كلامي انا لسه هنتكلم اوكي I'm just saying شطار قولي ما زرعيكي بس that's it طب ايجيبت دي your كلماتك؟ ايجيبت يا جماعة اكسكلوسيف في فانتازيا لورا اسكندر هتغني لنا حتة من اغنيتها الجديدة ايجيبت She's the mother of the world and has always put us first. The battle now begins for the roles to be reversed. Egypt, your people will wipe away your tears. The world has seen and believed. So never fear because now it's true. We are coming, we're coming home for you. And we're done. Thank you so much, Sahara. Thank you. احنا معنا تليفون من احدى نجوم ستار اكاديمي. يميدو. يميدو. الو. ميدو. فين ميدو. ميدو. الو. 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 طب واضح ان في الو. ميدو ها هيقول اهو يعني انا بحاول مين اهو يا ميدو يا جامد ادي جامد بقى يا ميدو مش سامعنا قوي ميدو ازيك يا ميدو منورنا عامل ايه هاي هلو هاي عايز اقول لك عشان في مشكلة احنا بنحاول نسمعك كويس يعني ازيك؟ انا كويس انت عامل ايه؟ انا كويسة الحمد لله كله كويس مين بتقول ايه لورا النهاردة؟ مين انا سامعاك الو الو تقول ايه لورا النهاردة؟ ايوه احنا فخورين بيها احنا دي كده في الشغل ايوه اتكلمنا مره قبل كده فمعرفتني معاكي بعد كده لازم ادخل ونتكلم انا بحبها جدا انا مبسوط انا بحبها جدا 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 ميدو ميدو احمد
حسب انا تقريبا تحت رجلها. طب هو ده في مشكلة في الاتصال. طب مش ثانك يو يا ميدو بجد. ثانك يو سو ماتش. انا كنت مبسوطة قوي لو سمعت صوتك. احنا بس مشكلة في التليفون يا جماعة بس معلش. بس ميدو بجد نورتنا التليفون. كنت ان شاء الله تنورنا الجمعة الجاية. وعايزة اقول له حاجة بس عشان لو سمعنا دلوقتي. بس عايزة اقول له ثانك يو سو ماتش فور كولينج. هو بيحبك قوي يعني. انا احنا كلامنا مرة اكشلي بعد ما طلع من ستار اكاديمي. وهي سوتش سويت هارت يعني. هيز ريلي ريلي ادوربل. طيب لورا انت يمكن من الناس وقت الاكاديمي اللي كنت فيه اون سبوت كده ده لمحبة الناس يعني. الناس كانت بتصحى من النوم الساعة 8 تفتح التلفزيون عشان تتفرج على صحيت امتى تنام مع لورا وكانوا مركزين معاكي جدا. بس في الاكاديمي كان الموضوع لطيف وكان الناس كلها بتشوف كل حاجة عنك وكان كل حياة طبيعية زيك في بيتك فبتبقى الحياة ان هم اوكي عارفين كل بارت بتاعتك. بعد الاكاديمي الموضوع بقى يتدخل في البرايفسي الشخصيه بتاعت لارا. مش مجرد انا بحبها از فان ادعمها وسبورت هير. لا بقى الموضوع اللي هو ايه لا انا عايز اعرف مش عارف ايه ازاي. فبقى الموضوع اوفر شويه. تعاملتي مع ده ازاي وحسيتي انت ندمتي لو للحظه انه كنت تعاملي على طبيعتك قوي ده اني ده بيقولوا ماسك كده في الاكاديمي. Actually this is very funny عشان من ثلاث ايام اربع ايام كده كنا بنتكلم في الموضوع ده انا وصحابي وافتكر مامتي كانت معانا. في الأكاديمي أنا قررت إنه I'm going to هدخل رياليتي شو. رياليتي يعني كل حد هيشوف كل حاجة. يمكن كنت very open. الناس كانوا شايفين إنه كنت open بزيادة. وأنا كنت شايفة إنه لو ما عملتش اللي بحسه في اللحظة دي يعني مش هقدر أقعد مش هقدر أكمل. فأنا كنت عايشة حياتي. الموضوع البرايفسي ده انا فاهمه الناس فاكرين يعني بيفكروا ازاي عشان اوكي كانوا بيتفرجوا عليا لمده 14 كانوا شايفين كل حاجه كانوا سامعين كل حاجه. انا كمان بحب اتكلم يعني يعني ارخي شويتين بس انا الحاجه الوحيده ان انا مره قلت كده في انترفيو كمان عشان افهم الناس مش بطريقه not in a bad way بس انا مضيت عقد لما قبل ستار اكاديمي بنمضي عقد بنقول انه وي اجري وي اكسبت انه اور لايفز هتبقى فيلم كل حاجه مسموحه. انا مضيت عقد لمده 14 بس مش مضيت بعد 14 اليوم اللي يعني اليوم اللي طلعت فيه من الاكاديمي العقد انتهى خلاص يعني. لو انا ساعت انا ساعت يعني بنزل او لو عايزه انزل صوره لو عايزه اقول حاجه دي اتس ماي prerogative اتس ماي تشويس بس لا يعني after Sky Academy my private life has يعني رجعت my private life وانا من ثلاث سنين كنت في reality show دلوقتي بقى لي ثلاث سنين out of a reality show in my own private life و زي ما بقول انه الفانز بتوعي بيحبوني ويحترموني دي الحاجة الوحيدة اللي اسأل يعني I'm gonna ask يحترموا my private life that's the only thing I want. طيب في برضه اسم اسس مغلوطه بمناسبه الكلام اللي انت قلتيه حالا دلوقتي بمناسبه الفانز بيقولوا لارا حلو كتير ان يكون عندك فانز بيحبوكي حتى لو مش بيعرفوا انجليزي بس ده معناه ان حبهم ليكي لاسباب شخصيه او لحياتك الخاصه. انت موهوبه حاولي توصلي بفنك للجميع وربنا معاكي. ميرسي جدا للكلام اللي انت قلتيه. ثانك يو سو ماتش. وفي هعيش واموت ومهما العمر يفوت وراكي يا لارا. لا ده كومنت لذيذ قوي. وراكي يا لارا وقول لها بأعلى صوت بأعلى صوت لارا فوق الجميع from أمل غزالي from أمل غازي نوران يمكن الاثنين مع بعض مش عارفه في عشيقة مصر بموت فيكي انتي وباش ربنا يوفقك يا رب ربنا يوفقك لارا دايما منوره الدنيا. Thank you so much for the message. احنا معانا تليفون. الو الو نوران الو الو ايوه لورا معاكي. هاي هاي شكرا ثانك يو انت وحشتوني. شكرا ثانك يو ان شاء الله. بس انا مبسوطه قوي اني سمعت صوتك ومبسوطه قوي اني بسمع كل حد. شكرا شكرا تليفونك قوي والله بحاول اشتغل بس انا في الجامعه دلوقتي في ال كويس الحمد لله. ثانك يو سو ماتش. هتسمعوها بقى كامله في الالبوم
او هنسمح عليه. Thank you so much. ميرسي ليها هي بجد. ميرسي لي كده. باي باي. باي باي. طيب نروح مع فاصل نرجع تاني مع ميشن از يو. نجبت سرارة. الاغنيه بتقولي لا على ايه يا اغنيه؟ اغنيه جامعه ده الصوت بتقطعني دلوقتي. احمد عزت. طب خلاص يعني يعني احنا احمد عزت نورنا في تليفونه نسمع اغنيه احمد عزت ونرجع تاني نسمع اغنيه ميشن از يو. عادي جدا. فكرة انا ثابته. نروح مع احمد عزت نرجع لكم على طول.